السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يتجدد بحضراتكم اللقاء في دقائق سريعة ورسائل بسيطة بعنوان رسائل تربوية. رسالتي التانية مع حضرتكم النهاردة بعنوان حقوق الأبناء على الآباء. كما أن للآباء حقوقا على الأبناء، هناك أيضا مجموعة من الحقوق الثابتة للأبناء على الآباء منذ ولادتهم، سواء فيما يتعلق بنسبهم أو تربيتهم التربية الصالحة التي تجعل الطفل إنسانا صالحا يندمج مع المجتمع بشكل صحيح. لكن لجهل بعض الآباء والأمهات بهذه الحقوق أو بأساليب التربية الصحيحة الجيدة، فقد يتسببون في إفساد أبنائهم نفسيا وسلوكيا وتربويا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإليكم بعض هذه الحقوق الهامة للأبناء على الآباء. أول هذه الحقوق هو على الأب أن يحسن اختيار الزوجة اللي هي هتكون أم أولاده فيما بعد. كذلك أيضا المرأة لابد أن تختار الزوج الصالح لها، وهذا الاختيار لازم يكون قائم على الخلق والدين وليس على الجمال والمال أو الحسب والنسب. مفيش مشاكل إن هذه الصفات تأتي، ولكن بعد الخلق والدين. ثانيا، على الأب أن يختار الاسم الجميل للطفل، فيحرص حرصا شديدا على أن يختار اسما جميلا معبرا عن شخصية جميلة، علشان الطفل لما يكبر يكون سعيد بهذا الاسم ويشكره على هذا الاسم أيضا. ومما لا شك فيه أن الاسم القبيح يقلل من ثقة الطفل في نفسه أمام الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، كان دائما يغير الأسماء القبيحة أو المخالفة للشرع. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى حزن فقال له: بل أنت سهل. امرأة كانت تسمى عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. فنبتعد عن الأسماء التي فيها مخالفات شرعية، وكمان اللي فيها معاني قبيحة وذميمة. ثالثا، تعليمه وتأديبه وتربيته تربية صحيحة قائمة على الأخلاق العالية والآداب الرفيعة. أول شيء يجب تعليمه هو القرآن الكريم، ثم الصلاة وسائر العبادات. كذلك أيضا الأخلاق مثل الصدق والأمانة والحياء والعفة، احترام الكبير، العطف على الصغير، حب الخير للناس، الشجاعة، القوة. كذلك أيضا بعض السلوكيات والآداب زي آداب الملبس، زي آداب المأكل والمشرب والنوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه أحد الأطفال ولا يحسن آداب الطعام، فقال له وهو يلاطفه بكل رفق ولين: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأخذ يعلمه بكل رفق آداب الطعام. رابعا، الإنفاق على الأبناء. يجب على الأب أن ينفق على أولاده ويحميهم من الجوع والعطش، يوفر لهم السكن الآمن على قدر ما رزقه الله تعالى دون إسراف أو بخل. النبي صلى الله عليه وسلم عدد أوجه الإنفاق وقال فيها: ودينار أنفقته على أهلك. ثم ذكر أعظمها أجرا، يعني أعظم هذه الصدقات يا ترى هي إيه؟ الذي تنفق على أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. خامسا، العدل بين الأبناء في العطاء المادي والعطاء المعنوي. العطاء المادي زي المال، العطاء المعنوي زي الشفقة والرحمة والمحبة. يجب التسوية والعدل بين الأبناء في هذه الأشياء. تفضيل الذكور على الإناث، أو تفضيل الكبير على الصغير، أو تفضيل الصغير على الكبير، أو تفضيل أي أحد من الأبناء على الآخر، يشعل نار الفتنة والبغضاء بين الأبناء، وأول من يكتوي بهذه النيران هما الوالدان. سادسا، الدعاء للأبناء بالصلاح والهداية والتقوى. ويجب أن ننبه على أمر خطير جدا يحدث من الأمهات. الأم قد تغضب من الأبناء فتصد بجم غضبها على الأبناء فتدعو عليهم. الخطورة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، لأنه إذا صادفت الدعوة على الأبناء ساعة إجابة قد يستجيب الله تعالى هذه الدعوة فيصاب الأبناء بالبلاء والعذاب.
وأخيرا استمع إلى هذا الطفل الذي عاتبه والده في عقوقه فقال: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، يا أبتي ضيعتني وليدا فضيعتك شيخا، فاللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن ألتقي بكم في رسالة أخرى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.